ازيكم يا شباب، النهارده هنتكلم عن برنامج داز، وهحاول ان انا اعمل لكم انتروداكشن خفيفه كده عن البرنامج وازاي اقدر ان انا استخدمه مع برنامج زبرش في الكاركترز. ولو الكاركتر دي انا حبيت ان انا اعمل لها مثلا مورف واخلي الكاركتر دي تضحك، يعني بدل ما انا اخليها في الزي براش وافضل انزل بالسب ديفيجن وعلى بالسب ديفيجن علشان اعمل الايموشن بتاعها، ممكن ان انا ادخل الايموشن ده من داز لزي براش عن طريق اللايرز. وكمان لو حبيت ان انا اخلي الكاركتر دي عاوز اعمل لها لبس مثلا، طبعا في ناس بتحب تعمل اللبس على الزي براش وفي ناس بتحب تعمله على البرامج زي مارفلوس او على الماكس او على الماية، فممكن ان انت اعلمك برضو الطريقة ازاي تدخل الكاركتر على المارفلوس والبوز اللي انت هتطلع بيه الكاركتر بتاعك. يعني مثلا انت هتعمل الكاركتر واقفة بطريقة معينة او بتطير في الهواء او كده، احنا ممكن داز بيتاح لنا ان احنا ندخل الموديل على المارفلوس، وبيتاح لنا كمان ان احنا نطلع البوز الجديد ونوديه للمارفلوس بحيث انه يبقى مورف، مش هندخله كانيميشن ونعمل سيميوليشن جوه، لا احنا هندخله كمورف للشكل. كل ده هنشوفه مع بعض النهارده في الفيديو، وباذن الله ممكن يبقى في جزء تاني ازاي ان انت تستخدم داز ان انت تعمل انيميشن للكاركتر بتاعك عن طريق موقع ميكسمو، وتقدر ان انت تركب الانيميشن كله مع بعضه بحيث تطلع فيديو كامل او تعمل بيك للانيميشن عامة، وتقدر تستخدمه على اي برنامج. يعني في فيديو انا كنت نزلته قبل كده، ده انا كنت يعني طلعت الانيميشن من الداز بعد كده استخدمته على السينما 4D علشان رندرت اوكتان عليها. المهم خلينا في الفيديو بتاع النهاردة. ادي داز عندي هنا، هو المفروض ان ده شكل البرنامج الاساسي، انا اخليه بس على الديفولت بتاعه تكتشر شيد. تمام اوكي، المفروض ان البرنامج الديفولت بتاعه هو ده. طبعا في حاجات في المنيو هنا، يعني الحاجات الاساسية بتاعتي حاجة اسمها سمارت كونتنت، دي اللي انا بقدر فيها افتح الفيجرز او ابتدي بالفيجرز، ما بجيبش من البرودكتس، انا بجيبها من فايلز. تمام، فيها هتلاقي عندك اتنين تاب، برودكتس وفايلز. برودكتس دي متهيألي، يعني انا المشكلة برضو ان انا مش متعمق قوي في داز، يعني ده علشان ان انت لو في حاجة تعملها داونلود او كده فبيطلع لك البرودكتس بتاعته. يعني هو حتى انا دبل كليك عليها ما جابليش الموضوع، او ممكن ان هو هيفتحها. anyway نبتدي في فايلز. اول حاجة هاجي مثلا على ادوس على فيجورز، هيفتح لي هنا الصفحة اللي انا هبتدي منها. طيب في هنا عندي تلات انواع، في عندي جينيسيس 2 في ميل وميل، في عندي جينيسيس 3 وفي عندي جينيسيس 8. طبعا هتقول لي ايه الفرق بينهم، هقول لك الفرق بيبقى في التكتشر، في الديتيلز بتاعه الكاركتر نفسها، في الصيغه نفسها بتاعه الفايل جوه برنامج داز، مش في الاكسبورت او كده، لا هي في الصيغه جوه برنامج داز. لان مثلا جينيسيس 8 ده فيه اوبشنز زياده، انا بحس ان هو فيه اوبشنز زياده، يعني جينيسيس 3 يعتبر اوبشنز اقل شويه بس في اوبشنز اعلى من جينيسيس 2. فانا بفضل استخدم يا اما 3 يا اما 8، يعني 2 نادرا لما انا بستخدمها بصراحه، مع ان بيبقى في كاركترز نازله على الانترنت يعني جميله جدا يعني وبتبقى جينيسيس 2، بس ما بفضلهاش لان بتبقى ليميتد قوي في الكنترولز بتاعتها. طيب فرضا انا عايز اعرف، فرضا يعني عاوز احط كاركتر جوه البرنامج، في كاركترات بتبقى نازله جاهزه من شركه داز. طيب اجيب الكاركترز دي منين؟ ممكن لو انت دخلت على سي جي بيرز كتبت داز
في عندك هنا هتلاقي التاج بتاعه مودلز، هتلاقي هنا في مثلا داز هير كوليكشن، دي كوليكشنز هير نازله، في عندك اهو جينيسيس 2 جي 2 وفي جي 3 جينيسيس 3 تمام. يعني هو حتى بيقول لك دي جينيسيس ايه نازله لايه، لان انت مش هتنفع مثلا تستخدم شعر نازل لجينيسيس 2 تستخدمه على جينيسيس 3 والعكس، يعني كل حاجه بتنزل لجينيسيس معين ما ينفعش ان انت تلخبط بينهم، لان هتلاقي ساعتها السكيل بايظ، هتلاقي حتى الشعر مش راكب صح، في حاجات كده. فانت هنا هتلاقي في مودلز نازله لك، وبرده داز ليه بلجنز، في مودلز هنا برضو ممكن تستخدمها زي فيكتوريا، فيكتوريا دي نزل منها كذا فيرجن، بس هو عشان الوقت بس، يعني انت هتلاقي هنا اكيد فيكتوريا anyway. طيب انا فرضا انا نزلت الفايلات وعايز ابتدي اشغلها تبع الداز، هاجي هنا ده المفروض بيبقى شكل الفايلات اللي هتنزل لي، لو انا جيت على الستوك داز هاجي هنا في فيكتوريا 8 وفي فيكتوريا 7 تمام، هاجي مثلا افتح فيكتوريا، ده الفايل اللي هو انزل لي، ده المفروض ان هي كاركتراية هتنزل لي. طب انا عايز ادخلها جوه برنامج داز، هفتح كونتنت تمام، وبعدين هفتح ماي كمبيوتر سي يوزرز بابليك بابليك دوكيمنتس، بعد كده ادخل على ماي داز 3 دي library، باخد التلاتة دول كوبي تمام، هو موجودين عندي اوريدي فهو بيقول لي ريبليس، انا باخد التلاتة وبحطهم هنا. حتى لو قال لك ريبليس مش مشكلة ريبليس، لان هو كده كده دي فايلات جديدة، حتى لو هي قال لك ريبليس يبقى هو يعني ممكن يكون في حاجة نفس الاسم او حاجة هما مفروض في البرمجة متشابهة، مش هتغير لك حاجة في البرنامج ولا هتبوظ لك حاجة في البرنامج، فانت اعمل ريبليس عادي جدا وما تقلقش من اي موديل موجود على البرنامج. نيجي بعد كده على ندخل بقى في برنامج داز، نبتدي بقى نتكلم فيه فعلا. طبعا الانترنت هنا هدمرنا، نقفله احسن. نفتح جينيسيس 8 او بلاش 8 دلوقتي، خلينا في 3 لان 3 فيها كاركترز شويه في ميل. تمام انتوا شايفين طبعا الاختلاف، يعني انا لو جيت هنا عملت ان سيلكت، هو انا كنت عامل سيلكت هنا فهو هيجيب لي الاوبشنز بتاعها، لو انا عملت ان سيلكت هيفتح لي تاني الصفحه بتاعه الفيجرز، وافتح جينيسيس 8. طبعا انتوا شايفين الفرق بين الاثنين تمام، فدي بتبقى بقى في التكتشرز نفسها، في الديتيلز بتاعه الشكل، في ناس بتفضل 8 في ناس بتفضل 3 على حسب يعني. طيب هاجي هنا على 3، ده الشكل بتاعي. طبعا افضل حاجة في داز، يعني طبعا احنا لما بنيجي نعمل كاركترز بنهتم برضو بالتوبولوجي، ف لو انا جيت هنا من الايكون دي رحت دايس عليها، رحت جايب واير فريم، واير فريم شيدد، في عندي واير فريم عادي واير فريم شيدد، بس شيدد علشان تشوفها يعني اوضح شوية تمام. هاجي هنا من الزوم، طبعا يعني هو الكنترولز بتاعته رخمة شوية، هو انت شغال الت كنترول ليفت كليك ده روتيت الميدل بان الرايت، ده المفروض ان هو بس هو يمكن عشان انا شغال بالواكم، المهم لو انت اشتغلت بالسكرول عادي هتزود تمام، او عندك هنا يعني انا على طول انا شغال بالكنترولز اللي فوق دي بصراحة ومريحة، يعني انا لو جيت هنا مثلا وعملت سيلكت على الوش عاوز اعمل زوم عليه بدل ما افضل رايح جاي، لا في عندي الزرار ده لو دوست عليه بيعمل لي زوم عليها على طول تمام. عايز اطلع على الشكل تاني هاجي في المنيو ده
واروح دايس على الشكل الاساسي، هي كانت مفتوحة على الهيد لان انا كنت عامل سيلكت الهيد، اروح اقفل المنيو واروح عامل سيلكت على الشكل كله واروح دايس عليه تاني، هيروح مطلعني على الشكل كاملته. طيب هاجي هنا على التكتشر بتاعته. طبعا زي ما شفنا هنا ال سوري احنا الكلام خدناه ما وريتكمش التوبولوجي بتاعه، هتلاقي الشكل لو انا جيت هنا على الهيد هتلاقي ان التوبولوجي بتاعه يعتبر مظبوط، التوبولوجي بتاعه مظبوط، اللوبس بتاعته تمام، العين برضو لو انا شلت الاي لاش بتاعتها جيت هنا فتحت الهيد lower show teeth left eye قرنية مشكلة جينيسيس 3 يعني ملخبط سنة شولدر جو تانج. المهم برضو انا كنت عاوز اوريكم بس ان اللوب بتاع العين مظبوط، يعني لو احنا زودنا ممكن ان هي تبقى توضح شوية تمام، هتلاقي اللوب هنا، او لو انا فتحت التكتشر هنا هو اوريدي عامل ال ترانسبيرنت بتاعتها تكتشر بالواير فريم، هتلاحظوا ان الواير فريم اهو تمام، كل حاجة معمول لها توبولوجي مظبوطة، فهتلاقي الدنيا سهلة وما يعني مش محتاجة شغل كتير، حتى لو في حاجة في التوبولوجي يعني هيبقى تعدلها بسيط، يعني متهيألي أفضل بكتير من إنك تعمل توبولوجي للشكل كله صح؟ ميزة برضو إن داز إن أنت تقدر تعمل فيه ريندر، يعني أنا أنت طبعا شايف الشكل بتاع البنت أو التكشر نفسه تحس إن هو فلات كده، طب إحنا لو جربنا الأي راي هنا الداز شغال بالأي راي تبع انفيديا، هو ريندر انجن قوي جدا على فكرة، هو بيحمل تحت تمام، بقت واقعي يعني متهيألي شوية تظبيطات على الزي براش للشكل وهتطلع تحفة، الموضوع مش متعب ولا مرهق والاناتومي بتاعها جميل جدا مظبوط، حتى الظهر برضو تفاصيله موجودة، اي رينكلز موجودة، جلد الحاجات دي كل النورمالز، يعني كل حاجة مظبوطة بصراحة في الشكل، يعني مش هتبقى متعبة بالنسبة لك نهائي. هتيجي هنا لو انا جيت بقى على التكتشر عاوز بقى اركز في الوش، طبعا الاساسي عندنا ان احنا نشتغل في الوش لان هو ده اللي هيغير الملامح. اول حاجة هنشوف الكاركترز اللي نزلناها، هاجي هنا انا كنت الاول في تابة هنا اسمها سين، طبعا انا اقدر احرك التابات دي زي ما انا عايز، يعني كونتنت ليبراري ممكن اخليها هنا ممكن ارجعها لمكانها هنا عادي، فالشكل عندي اقدر اتحكم فيه. هدخل بقى على داز ستوديو فورمات ماي داز ليبراري واجي على بيبل، انا هنا شغال على جينيسيس كام؟ جينيسيس 3، فاختار هنا جينيسيس 3 فيميل لان اختار بقى الفيرجن بتاعي. هيقول لي هنا الكاركترز، ممكن في عندي الاناتومي بس ده الاساسي، هختار هنا الكاركترز، في عندي ثلاث كاركترات، ثلاثه بصراحه احلى من بعض، لو انا دبل كليك عليها هيقول لي هنا ابلاي ذس كاركتر تو كارنت سيلكشن فيجر اوكي اكسبت كده، هو ابلاي عليها يعني هو حتى غير التكتشر بتاعتها، ان انا لو رجعت في السين جينيسيس وسط الزرار غير لي الشكل، انا دوست كنترول زد حتى هنشوف شكل الصدر نفسه حتى الحجم بتاعه، كنترول واي ريدو كنترول زد اندو تمام، الشكل نفسه اتغير. طيب اعمل زوم على الوش، طبعا الشكل هنا هتحس ان هو كرتوني شوية، خش على نيفيديا اي راي انت هتلاقي الريندر مختلف تماما، هتحس ان الشكل يعني
هتقول انا ايه اللي انا كنت شغال عليه ده. فدي ميزه من المميزات الموجوده في داز، ان انت لو بتعمل كاركتر وخلاص الكاركتر انت حتى مش عاوز توديه زي براش، انت عملت له الملابس على المارفلوس ودخلت اللبس تاني على داز، عاوز توريه للشخص او الكلاينت بتاعك، خلاص انت تقدر تعمل ريندر على الداز ريليستيك ريندر بنفس التكتشر اللي هيطلع بنفس كل حاجه، يعني مش هيبقى ليه حاجه من الاخر ان هو يتكلم معاك. طيب نيجي ندخل على التكتشر شيد، نرجع تاني للليبرال بتاعتنا، اجي على الكلوز. طبعا داز هو يعني في حاجات تقدر تعملها كاستمايز زي الكاركترز، الوش او الجسم او اي حاجه عامه في الجسم في البادي، سواء وش او جسم، الصدر، الظهر، الدراع، الرجل، ده تقدر تعمل فيه البدع، بس ما تقدرش تعمل لبس. انت اللبس عندك بينزل لك جاهز، يعني انا مثلا ممكن اخليها تلبس اللبس، انه كان فيه لبس جميل جدا نازل وليكن مثلا مجرب ده. طبعا انا بدوس عليه دبل كليك، وانا ممكن هنا ده الاوتفيت كامل، انا هنا ممكن ان انا اختار حاجة واحدة من اللبس. وفي حاجة تاني، انا عندي الرجل، لو انا دوست على السين، انت عندك هنا الرجل بتاعتك، سوري انت المفروض ان انت هتختار في السين جينيسيس الرجل، برضو في هنا اوقات البوز بتاعها البوت نفسه تقدر تتحكم فيه. طيب لو انا جيت هنا ورندرت اللبس بتاعها، برضو تحفة في التكتشر بتاعته، يعني زي ما انتم شايفين حتى في الشيد النورمال بتاعه خرافي بالرينكلز بكل حاجة. واوريكم ازاي برضو ان اللبس ده بيبقى نازل معاه كنترولز، يعني ما بيبقاش نازل كده اللي هو هبد وخلاص، لا انت ممكن ان انت توسعه شوية مش عارف ايه، بس مش توسعه زي مارفلوس مثلا ان انت بتعمل سيميليشن، لا ده حاجات بدائية، يعني حاجة كده بس تساعدك ان انت تعملها فيت على الشخصية مش اكتر. طبعا هو خد وقت شوية في الريندر، طبعا لو خد مالنا، وانا شغال ممكن اشتغل ريل تايم على فكرة، لو انا جيت هنا ورحت عامل تكتشر شيد تمام، ممكن لو انا جيت هنا على الريندر اخترت سوري لا مش هنا معلش يا جماعة، الموضوع بالنسبة لي مأساة دلوقتي، الجهاز طبعا على كارت الشاشة و تمام خلاص كنسل بريفيو في رندر سيتنج، انا فتحت كده رندر سيتنج، كان فين الانتراكتيف، كان انا ممكن اختار الهاي اند بتاع الريزوليوشن بتاع التكتشر نفسه. رندر اديتور، رندر اديتور ممكن سيلكت سيشن، تمام معاكم. هو قصة الانتراكتيف ريندر
عن طريق الفيديو اي راي، هي دي اقرب حاجه، لان بعد كده هيدخل في التكتشر شيت. خلينا في التكتشر شيت دلوقتي بحيث ان احنا نسرع الموضوع. كنسل كنسل كنسل. عندي برضو الاكسبريشن، خلينا في الاكسبريشن دلوقتي مش وقته. هاجي على الشكل بتاعي اللي هو الهير، اخضر اول حاجة، ادي الهير بتاعي لو دوست دبل كليك هيضيف الهير بتاع اللي هو نازل. طبعا برضو الهير بينزل جاهز، ما بينزلش معاك، وبينزل بالماتيريالز بتاعته، تقدر تغير الالوان براحتك. طب لو انا دوست على الهير كده وعملت زوم عليه واخترت اللي هو architecture sheet، سوري architecture worksheet، الاقي ان هو اساسا الهير معمول له ريتوبولوجي وشغال باللوبولي. بمعنى انا ممكن استفاد منه في حاجتين. اول حاجة ان انا ممكن ان انا دي موجودة رندرها بالتكتشر بتاعها يطلع لي الهير مظبوط زي ما احنا شايفينه في اي برنامج، وممكن ان انا استخدم السبلاينز بتاعتها اللوبس واخدها جايدز على الاورناتريكس او الاكس جين في الماية، وهطلع هير برضو كويس جدا. يعني انا ممكن استخدمها كجايد، ممكن ان انا اعمل هير هاي بولي بالجايدز او اخليها لو بولي زي دي لما احب اعمل اكسبورت. فدي برضو ميزة كويسة جدا، والتوبولوجي بتاعها نضيف جدا. اجي هنا مثلا على الهير، في عندي ممكن احط اللونج هير. خلي بالك انت الهير لما انت اخترت الهير اللي قبل كده واللونج هير الاتنين نزلوا مع بعض، فانا لازم ان انا اسلكت الهير اللي هو ده، انا واحد فيهم هو ده، واعمل له ديليت. تمام، لان في اوقات الاشكال بتركب مع بعض. طبعا الشكل ده برضو لو جيت هنا ورحت مختار واير شيدد واجي اشوف الشكل نفسه برضه هلاقي ان هو معمول بنظام الكارت، واقدر ان انا اعملها جايد يا اما اخليها لو بولي زي ما هي. تمام. طيب ايه تاني عندي في الماتيريالز هنا؟ انا ممكن مثلا اغير شكل العين، اللون بتاعها، اقدر اغير الريفليكشن بتاعتها، الميك اب حتى بتاع الوش نفسه، والسب سيرفيس دي طبعا خاصة لو انت هتشتغل هنا. في برضو بوزز تقدر تنزلها لو انا مثلا دوست دبل كليك. طبعا انا لازم ان انا عاوز اعمل بوز لازم ان انا ادوس على الفيميل جينيسيس وادوس على البوز. هي مختفتش، هي نزلت تحت بس. ده البوز اهو زي ما احنا شايفين. ازون، وعايز اوريكم حاجة بقى بالنسبة للبوز ده. لو انا جيت هنا برضو شفت التوبولوجي هلاقي هو نفس التوبولوجي النظيف اللي انا اقدر استخدمه في اي حاجة. تمام، فبالتالي هو هينفعني دلوقتي ان انا مثلا لو في بوز معين او ان انا هكريت بوز مش هيأثر في توبولوجي، مش هيعمل اي حاجة، لا هيطلع بنفس التوبولوجي، هيطلع بنفس النظافة بكل حاجة. هاجي هنا على ممكن احط له بوز تاني وليكن مثلا ده، وانا عادي بقى براحتي. طبعا لو انا جيت هنا مثلا ورحت عامل ريندر حتى اوريكم شكل الشعر، طبعا ريندر خرافي، ريندر خرافي، طلع لك الشكل مظبوط جدا جدا جدا. حتى الشعر لو جيت هنا هتلاقي الروتس بتاعته مظبوطة، مش هتلاقي الشعر بقى نظام الكارت اللي هو تحس ان الشعر ضربه كلب. لا انت لو انا زودت هنا، طبعا هو الشكل بطيء سنة صغيرة علشان هو شغال انتراكتيف ريندر،
لو انا جيت هنا بص شكل الشعر، الشعرايه نفسها يعني الروت بتاعها باين ان هي لا طالعه من الدماغ، مش مجرد شكل من بعيد وخلاص ان ده شعر ومش عارف ايه وشكرا على كده، لا الموضوع جاي بتفاصيله في التكتشر بكل حاجه. فدي برضو من مميزاته في التكشر ان هو حتى مش هيتعبك لو انت هتعمل ايديت في التكتشر. تمام، هاجي هنا على سموث شيد. معلش يا جماعه انا بطيء شويه، بس هو البرنامج انا بصراحه يعني اشتغلت عليه كام يوم، يعني انا هو انا قعدت وفضلت وراه لحد ما ادرسه، بس هو كام يوم بس اللي اشتغلت عليه. بصراحه برنامج ممتع جدا، بس ده ما يغنيش عن ان انت لازم تتعلم الاناتومي يعني، ولازم ان انت تعمل البوز بنفسك. تمام، هاجي هنا على الشكل. طبعا احنا لو جينا هنا في البوز، كان في بوز احنا كنا مختارينه كان خارب الدنيا بالنسبة للجاكيت. غلطت نفس الغلطة ان انا ما عملتش سيلكت. هاجي هنا على السين، هعمل سيلكت. خلي بالك ان انت ما تعملش مثلا سيلكت للشوز بس، هيعمل لك البوز للشوز. لا انت علشان تخلص من الموضوع ده تقفل المنيو وتختار جينيسيس نفسها، تروح دبل كليك اعمل البوز. تمام، هاجي هنا هلاقي في حتة في الجاكيت كده كان في حتة مش مظبوطة. anyway علشان اوريكم بقى ازاي تعمل كاستمايز لي، لو انا زومت ازوم هنا روتيشن واجي في السين اختار هو الجاكيت اهو، واجي هنا في الجنب على بارامترز. بارامترز دي اللي هي كنترول بتاعك في اي حته، في اي حاجه خاصه بالكاركتر نفسها. انا دوست على الجاكيت، اجي هنا على الاكتور. لو انا جيت هنا مثلا على ده، شايف هو يعني كنترول بتاعه ان هو يوسع لك، يجيبها لك مثلا الادجاست هنا مثلا للصدر، عشان لو فرضا انت عملت الصدر مثلا كبير شويه، او فرضا عاوز تبعد الشكل شويه عن الصدر. تمام، يعني هو حاجات بسيطه ده للشولدر. طبعا هنا خلي بالك احنا شغالين على جينيسيس 3، هو موجود برضو في جينيسيس 4 7 فيكتوريا 7. يعني لو انا جيت هنا بص انت هتلاقي الشكل نفسه ابتدى يبوظ. ليه؟ لان هنا الاوبشن ده مش موجود للكاركتر دي، مش موجود للجينيسيس ده. ادام هي مقفوله اعرف ان هي مش للجينيسيس ده، فانت ما تحاولش تلعب فيها. طيب انا ممكن مثلا الكاركتر، طبعا هو الكنترولز دي بتبان لسبب ان انا بتحكم بقى في الجسم نفسه. يعني انا مثلا لو مسكت الجزء ده مثلا في الصدر ممكن ان انا اقدر احركه، لو الجزء ده مثلا بتاع الريب كيج مثلا ممكن انا استخدم ده للهيب بتاعها، الكتف مثلا ممكن اعمل له روتيشن. طبعا هو انا كل حاجه انتراكت معايا، الشعر الجاكيت كل حاجه انتراكت معايا. يعني بص حتى حركه الجاكيت، حتى حركه الصدر نفسه، راقب الحركه بتاعه الصدر بيسترتش معايا. يعني هي نزلت ايديها الصدر رجع لوضعه الطبيعي، ترفع الايد ده اي بي سي اناتومي، ان اول لما بترفع الايد الصدر بيبتدي ان هو يطرفها شويه، بيبتدي الحجم بتاعه العضله نفسها تبتدي تضغط يبقى ارفع. فبالتالي انت هتعمل هنا البوز بتاعك بشكل اكيوريت، مش بشكل غلط او مثلا حاجه في البوز تطلع غلط، او زي مثلا على حته الصدر دي مش هطلعه ان هو شكله غلط. كل حاجه هتعملها صح لان كل حاجه انتراكت مع بعض. طيب هاجي هنا على الجنس، طبعا خلاص احنا خلصنا جينيسيس. نيجي بقى في الاجزاء المهمه، تعرفنا ازاي ان احنا ننزل حاجه جديده وازاي ان احنا نستخدمها. نيجي بقى عاوزين نعمل كريت للكاركتر. انا هنا في الفيجر، طبعا اللي انا وريته لكم ده يمشي على 8، يمشي على جينيسيس 3، يمشي على جينيسيس 2، كل ادخل على جينيسيس 8. نفتح التكتشر، تكتشر شيت من الايكون دي، واجيب تكتشر شيت واحده هنا الزرار ده. تمام، ازوم عليها شويه. طيب في ناس بقى هيقولوا لي انت صدعتنا، الشكل دلوقتي ما فيهوش اي تفاصيل، هو مجرد شكل. طب فرضا انا عايز انزل له تفاصيل،
او عايز الشكل يبقى فيه نحت، ما يبانش كده عن الصدر مثلا مفهوش تفاصيل، هو مجرد تكتشر مثلا للشكل بتاع الحلمة، فهو مجرد ده تكتشر ومديله لون. انا عاوز ازود بقى، ادخل على البارامترز تمام، بس ما اجيش مثلا ادوس على الدراع وده واروح داخل على البارامترز، لا يجيب البارامترز بتاعت الدراع بس. تمام، اجي هنا على الجينيسيس، هفتح هنا هضغط على التوب منيو وابتدي بقى اشوف مثلا في عندي هنا الشيست سكيل، اقدر اتحكم براحتي زي ما قلت لكم التفاصيل بتاع الصدر نفسها. النيبلز افتحها، لو انا فتحت النيبلز وقربت هلاقي ان هو عمل اكسترود ليها، خلاص بقت جزء ليها، ومن جهة الديفيجنز بتاعتها كريت لها ديفيجنز وابتدى يعمل الاكسترود بتاعتها، يعني هو اوريدي عامل التوبولوجي بتاعتها، هو بس مجرد عمل الاكسترود. تمام، هفتح التكتشر شيد. تمام، هاجي مثلا عندي في الفوت مش عارف ايه سكيل، واضح ان في حاجة ظهرت تحت، نبعد كده حجم الرجل. طبعا انت هتتحكم بقى في كل حاجة، وممكن تتحكم ليفت تتحكم رايت لو انت عاوز تعمل حاجة مش سيمتري، يعني انت لو السيمتري عندك فيه مشكلة ومش عاوز سيمتري ما خلاص بلاش، خلي ده 100 ده 100، رجعهم للديفولت بتاعهم غالبا ده الديفولت ولا ايه؟ الديفولت لا الديفولت كان زيرو سوري. طيب في الباكجز برضو اللي انا نزلتها اجسام اقدر اتحكم فيها، فالاجسام دي مش موجوده في الديفولت بتاع البرنامج، لا انا بنزل باكج بقدر ان انا استخدم الاجسام دي او اتحكم فيها، هو يعني للتحكم الاسرع يعني، بس هو انت كده كده انت تقدر تعملها اصلا. تمام، فيكتوريا لو انا جيت هنا على الفيكتوريا بادي، انا هنا شغال على الجينيسيس 8، اول لما تشتغل على الجينيسيس 8 نزل لها باكج، انا هفتح فيكتوريا تمام، وبعدين اشغل فيكتوريا بادي اتش دي ديتيلز، لو انا عملت اتش دي ديتيلز لاحظ الفرق. تمام، هاجي على الوش هنا وازود، هتقول لي انت بتزوم دلوقتي وهو هو والتكشر ده نورمال، طب فين؟ اقول لك اصبر، احنا عندنا هنا في اوبشن جميل قوي اللي هو انا دلوقتي عملت ال HD details. تمام، في بعد كده عندي post controls general of general. تمام، اروح مزود هنا subdivision level، زود subdivision level، لو انا جيت هنا على divisions شوف divisions بتاعتي وير شيدد، لا في ديفيجن زي موجود رقمه كده، هو انت رقبت برضه. تمام، تكتشر شيت زي برضه نراقب البق، حاسس ان مفيش اختلاف في البق. بارامترز، ادخل على اكتر لان اكتر هي اللي فيها الليله كلها. تمام، والاقي في عندي هنا فيكتوريا 8 اتش دي ديتيلز وعليها الوش اختلف، بص كان الاول تكتشرايه تحس ان هي فلات، حتى راقب الريفليكشن اللي على الوش، هعليها شوية الريفليكشن ابتدى يتقطع. تمام، وكل ما تعلي السب ديفيجن هتلاقي ان النحت نفسه زاد. لو انا جيت هنا شلت التكتشر خالص، انا مش عاوز تكتشر، واير شيدد خليها اسمه شيدد، هلاقي اهو الشكل منحوت عندي. تمام، حتى الرقبة اللي هي التجاعيد الرينكلز اللي موجودة في الرقبة موجودة، الرينكلز اللي موجودة هنا عند البق موجودة، الرينكلز اللي تحت العين موجودة، كل حاجة موجودة. تمام، بس خلي بالك ان انت كل ما هتزود السب ديفيجن الجهاز طبعا هيتقل معاك، وكل ما تزود ال HD ديتيلز نفس التقل بالظبط، فيعني خليها وقت ما انت تعمل لها اكسبورت مش وقتها يعني دلوقتي.
نرجع تاني لمرجعنا. اجي هنا على اكتر، انا الجسم بتحكم فيه عن طريق اكتر، تمام. اقفل ال فيكتوريا بادي. انا ممكن اعمل الديتيلز عادي، على مش شرط ان انا افتح الفيكتوريا بادي. في عندي البادي بيلدر اللي انا عاوز اعمل لها عضلات. طبعا ال اتش دي هو بيتطبق عليها، يعني انت لو بص في اختلاف اهو في ال اتش دي نفسه. انا عادي ممكن اقفل ال اتش دي دلوقتي. ادي البادي بيلدر، العضلات نفسها بتتنحت دي لو ان هي خلاص بقى بتموت. تمام. نقفلها تاني. بادي بيلدينج سايز دي تيتيلز، ده السايز بتاعها شكل العضلة، او هي فيها جزء ميل شوية. نقفل البادي. انا عاوزها تخينة، شكل بيتعمل مورف في نفس الوقت، ما تلاقيش الشكل داخل في بعضه في المورف، يعني حتى بتتعمل بنظافة جميلة جدا. تمام. الهاند بروبورشن سكيل، اللونج نيل طبعا دي الضوافر، ازوم لكم عشان تعرفوا. الضوافر برضو ميزة ان هي معمولة بطريقة جميلة جدا ومش متعبة نهائي. ادي اللونج نيل، هو ظابطها لك اصلا، ده اللينس بتاعها، الطول بتاعها. وفي برضو حاجة جميلة جدا فيها اللي هو الودن بتاعت الالف. ودن الالف دي رخمة شوية في الكريشن بتاعتها. ادي اهي هير الف لونج كده، قلبت على سحلية، والله شكلها حلو خفاش. طيب في عندي هنا راي اي ريم ريفاين اتش دي، هو بيحاول ان هو يظبط لك الرموش. جينيسيس، لو انا قللت الاتش دي شويه لاحظ الرموش نفسها. تمام. اي لاش كيرل، هو يقدر ان انا اعملها كمان كيرل، ما تبقاش ستريت، لا اعملها زي كيرلي كده شويه. في لايرز اقدر مثلا، هو الاي لاش عندي فيه كذا لاير، ممكن ان انا اخفي لاير فتبقى اخف، اخفي اللاير التانيه كده ما بقاش عندها اي لاش. تمام. في عندي لينس اوفر اقدر اطولها. يعني عايز اقول لكم ان انت بتتحكم في كل حاجه، الايقونية، البادج طبعا دي هتيجي فرونت، القرنية نفسها الجزء اللي جوه، انت هتحس اللون غالبا هو بيتكلم على اللمعان نفسه، حاجة في التكتشر يعني. تمام. الايلاش نفسها من الجنب هنا برضو بيقول لك التوب بوينت بتاعها فين، ممكن هو يطلع بره العين اصلا بس ده مش اكيوريت. تمام. في عندي هنا الماوس رياليزم اتش دي، لو انا عليته هيطلع تحفة. تمام. طبعا في ناس هتقول الشكل، وانا لسه انا هوريكم لو انت عاوز تعمل شكل ممثل او حاجة، بس دي تجربة انا كنت عاملها قبل كده، يعني ده لو انا عملت كده، هي ممثلة انا مش فاكر بصراحة اسمها ايه، هي كانت في جيم اوف ثرونز. تمام. فهو الشكل الاساسي بتاعها وتقدر تشتغل عليه بعد كده، وده كنت عاملها لانجلينا جولي، بس طبعا خارب شويه لان انا دخلت كذا مورفات في بعض، فهي الشكل مش هيبقى مظبوط، بس هو كان طالع الشكل مظبوط فيها. هاجي هنا بقى على الاسبس هيد دي، اللي هي الهيدز اللي موجوده اصلا، هيد بروبوشن سكيل لو انا عاوز اكبر الدماغ شويه. طبعا النيفيل دي انا، ولا النافل دي انا معرفش بصراحه هي بتاعتي. في عندي ايه تاني؟ الشيست، الفيت. وانا جيت هنا في الاكتور كده، انا خلصت الاكتور، يعني كل اللي انا كنت فيه ده الاكتور، اللي هو الشيست والفيت والفول بادي. ده لو انت حبيت ان انت بقى تاخد التخصص في كل واحده. تمام. طيب انت برضو ما وريتنيش ازاي اغير البروبوشن بتاع الشكل ده، هيجي في البوست كنترول.
ماوس كنترول. ثواني كده. تمام جدا. بص انت عندك لسته طويله عريضه تجيب لك صداع، تقعد فيها 4 ايام عشان تطلع الشكل اللي انت عايزه. نبعد. لو انا جيت هنا الشكل نفسه انا اقدر ابتدي اعمل البوز بقى بتاع، بص حركه الصدر نفسه مع الدراع اكيوريت جدا. تمام. واقدر اخلي دراع واحد ليفت رايت الكتف، حركة الكتف شولدر، شايفين حركة الكتاف نفسها في الطلوع. تمام. ليفت فود اقدر احركها انزلها لتحت. بص انت غالبا بتحرك كل حاجة. خلي بالك اللي احنا عملناها دي يعني ايه، هو احنا هنا بنحرك الجزء بتاع الصوابع، تلاقي بتني بس الصابع اللي هو الاجزاء بتاعت الصوابع اللي تحت دي. في عندي هنا يعني هو انت تقدر تتحكم في الصوابع نفسها على فكرة. انا لو زومت هنا، معلش انا كل شوية اعمل unselect هيدك شوية. اه في تو اهو، شايف انت الصابع الواحد انت تقدر تعيش. وخلي بالك الصابع لو انا جيت هنا رايت تو، يعني انا عملت سيلكت للرايت تو، هعمل زوم عليه وروتيت، الدنيا ما وقفتش لحد كده. لا انا ممكن ان انا اجي هنا مثلا سيلكت على ده رايت تو، هو فين؟ ايوه البيك تو، ادخل جواه واعمل روتيت. بص العقلة نفسها اقدر ان انا اتحكم فيها. تمام. ف ما بيسيبش ملي لما هو يعمله. طبعا احنا نطلع من جو الصوابع دلوقتي، لسه برضو احنا في الصوابع ليفت فينجر، طبعا نفس النظام بالنسبة للصوابع. تمام. نطلع برضو من الصوابع ندخل على ليفت سام برضو. ايه يا جماعة في ايه؟ رايت. خلصنا الليفت ندخل في الراو. ايوه براو. تمام جدا. نبتدي بقى نزوم على الوش تاني. طبعا هي شكلها بتسلم نفسها، شكلها تحفة. اجي على سوري، انا عملت سيلكت للهيد، ننزل تحت تحت كمان كمان كمان، نطلع فوق دي الاي. طبعا انا كل اللي بطلعه ده كل ده كنترولز الوش. تمام. براو. تمام. نيجي هنا طبعا البراو اللي هو الحواجب نخليها اتش دي ان شاء الله، ما حد حوش شكل الحاجب. تتحركوا براحتك، ممكن تحرك الليفت لوحده والرايت لوحده. البراو اب داون. تمام. سكويز. بص حتى لما انا عملت المورف لو خدت بالك في الانيميشن هو برضو محافظ على المسافه بين الاثنين، يعني هو شغال برضو بنفس المسافه. في عندنا التشيك الخدود اللي هو التشيك كريز اللي هو الجزء اللي عند البق، خلي بالك منها وانا بتحرك. في عندك هنا تشيك اي اللي هو الجزء الارتفاع بين الخد وبين العين. طبعا ده انت ممكن يعني العين اليمين غير العين الشمال براحتك، مش شرط ان انت تشتغل. طبعا بالون بينفخ الشكل، خلاها تنفخ بقايا ما تشفطه. الشيك دامب. تمام. طبعا كل ده انت بتتحكم في الشكل. ده هو شكل من الجنب تحس ان هي ضربة بنية. تمام. سايد افريد انجر. تمام. اعمل لها سمايل. ال الحجم بتاع الهين
ثواني كده ايقونية ماوس رياليزم اكتر هيد فيس هاجي هنا على الماوس الورلد تمام هاجي هنا على الهيد ماوس لو انا جيت مثلا على اللبس اتحكم براحتي فيها الشفايف انا بس بفتح المنيو يعني ما انا ما بجيبش حاجة بعيدة كل ده انا شغال برضو بتحكم في شكل الشفايف نفسها الايز برضو انا بتحكم في العين ممكن اقفلها وافتحها براحتي I closed relax في عندي تاني طبعا كل حاجة ممكن انها استخدم left و right يعني ما بتبقاش left بس او right بس شكلها بقى غريب nose عندي في nose بقى ممكن اتحكم في مثلا في العظمة اللي بتبقى في الجنب nose crunch كل حاجة في الوش يعني ده لو انا عاوزة مثلا تقول حرف يعني مثلا قالت ايه عاوزة تقول اي اف شايف الحركة نفسها بتاعت البقى تحس ان هي بتقول الحرف فعلا كي اس طبعا هو الشكل خلي بالك برضو في حاجة انا لما عامل المورف للبق هو بياخد المورف البق زائد المورف اللي انا هحطه بتاع الاس فهو هيدمج بين الاتنين مش هيلغيلك اللي فات فانت لو عاوز ان هي تقول الحرف بالظبط بتاع التي مثلا انت الغي المورف اللي فات خليه بدل ما هو 100% ولا 50% خليه زيرو او لما تعمل التاني زيرو انت هتلاقيها بتقول حرف التي بالظبط هتلاقيها بتقول الاس بالظبط تمام هاجي هنا انا خلصت الشكل طبعا شكلها بقى مريع واجي هنا على السمارت كونتنت بارامتر نقفل بقى الليله دي كلها انا عمال افتح في التابات اجي على اكتر اروح فاتح الفيكتوريا بادي اتش دي ديتيلز اجي على ديسبلاي جنرال سوري اروح مع السب ديفيجن ليفل شكرا كده اروح اعمل فايل سند تو Zbrush will export at current resolution يعني ابعت على نفس ال resolution export with deformers يلا accept مش عارف حاسسها رقاصة وقفت anyway نفتح ال Zbrush Zbrush على فكرة جوزي ليه جوزي مع ال Daz بس للأسف لما انا اجيب حاجة من Zbrush ادخلها على Daz الكنترولز دي كلها بتروح خلي بالك بقى بالنقطة دي يعني انت ما بتقولش مثلا هنحت هناك وروح مرجعها لداز اعمل لها بوز لا انت هتعمل البوز على الشكل الاولي بتاعها عشان نكون على نور بس من اول ادي اهو الشكل قمر طبعا هو الصبع اللي تحت مش عارف ايه ده اجي هنا احط لها مات كاب مات كاب خلت شكلها انيل من الاول تمام ادي الشكل بتاعها شايفين الجمال طيب اللايرز بقى هروح انا جاي هنا واروح جاي عامل كليك يمين سيلكشن مش عارف ايه مش دي اروح جاي على المنيو دي زيرو زيرو فيجر هوب رجع حالي بسكوت رجعت زي ما كانت هروح انا واخدها كده في فايل اكسبورت لو احنا خدنا بالنا من Zbrush يقدر يقول ايه امبورت ام دي دي الام دي دي ده مش فايل يعني هو ما بيعملش امبورت الفايل ولا زي الاو بي جي او اف بي اكس لا الام دي دي ده هو بياخد فايل زي تكست كده او هو فايل برمجه انا ما اعرفش بصراحه شكل الفايل ايه من جوه هو مش فايل 3 دي هو الفايل ده موجود فيه الورلد بوزيشن او البوزيشنز بتاعت الفيرتكس بتاعتك يعني الفيرتكس مثلا دي ليها رقم
فيرتكس وليكن في المكان ده دي ليها رقم خلاص رقم مثلا 500 فهو الفايل ده بيقول له والله هي 500 دي موجوده في الاكس كذا الواي كذا الزي كذا فهو بس بينقل لك او بيفهمك في اللاير ده ان بيحدد لك بقى الفيرتكس الثانيه راحت فين فاروح حاطط هنا ام دي دي راح اعمل 01 هعمل على الديسكتوب سيف تمام مودو خليها داز 100% اجنور انفيزبل نودز اكسبت ان شاء الله ما حد حرش نيجي بقى على هنا طبعا في مصيبه كبيره وللاسف هو بج وللاسف ملوش حل الا يعني متعب حل متعب شويه هاجي على الديسكتوب 1 ام دي دي هوب This file has more than the current mirror. Playback will not. ليه بقى؟ طيب نعمل delete للاير. نروح نرجع كده. تمام؟ اعمل هنا Ctrl Z. تمام؟ احنا بس ايه؟ انا عاوز اخلي البوز ريستور فيجر بوز غالبا لازم اعملها سيلكت ريستور فيجر بوز عاوز بس البوز هو بس اللي اتغير بس لا سب ديفيجن يتغير ولا اي حاجه تتغير نعمل اكسبورت ام دي دي على فكره انا بجرب معاكم عادي وانا شغال يعني مش بقول لكم على الخطوات فعلا اللي هي مظبوطه واثق منها 100% ودي تسويحه لوحدها المهم نيجي هنا على الزبرش على فكره الحاجات اللي انا بقولها لكم دي انا قعدت ادور فيها لحد ما عينيا اتحولت دوس اوبن فايل هاز زان كارنت لاير برضو هو فعلا الشكل مختلف تماما دي مور زان سوري شوف والله انا كنت سيلكت اصلا اللي مش غلط اجي هنا امبورت ام دي دي تمام واروح عامل على الاثنين ميرج داون اوكي واروح عامل على اللاير امبورت ام دي دي اختفى اهوت لو انا جيت هنا طبعا انتوا شايفين اليونيفورم يعني هو بج زباله بصراحه وحلوله يعني هو ليه حلول بس هو حلوله متعبه شويه هعمل ده ديليت اوكي رجع سفير واروح واخد المش ده بدل ما اعمله سند هعمله اكسبورت اكسبورت اوبجي 01 برضو انفرت اكس نعمل له انفرت للزد سوري دوس اكسبت عايز اقول لكم ان انا حليتها قبل كده بس مش فاكر الحل كان ايه بصراحه بس هو غالبا هو ده الحل امبورت هعمل امبورت الاوبجي اعلمكم ازاي ان لو انتوا وديتوا حاجه سب ديفيجن عالي ازاي ترجعوها للسب ديفيجن القديم امبورت الكوتيت ان سيف فيرتكس مش عارف اقول نو دوس اف ساتر يا لو انا دوست على دبل لا كده في حاجه غلط لو انا جيت على ده كده فايل اكسبورت OBG ايوه ريبليس وبعد كده نجرب كده بقى ايوه ريموف انيوزد فيرتكس كولابس يو في تايل والله بخليها ماشي اكسبت طبعا هو غالبا هو واخد وقت علشان حته الانسيفد فيرتكس دي اجي انا اعمل امبورت للاوبجيه
اوبن. خدنا بقى الرجلين نفسها يا جماعه، التفاصيل موجوده. احنا كنا فتحنا الاتش دي بتاعها. ايوه زي الامر. ايه الامر ده؟ نيجي ندخل هنا، بصوا التفاصيل الموجوده هنا على الصدر نفسها، تحت بتاع الرقبه، العين، كل حاجه موجوده في الجسم. الرجل نفسها، التفاصيل بتاعه الرجل اللي موجوده. شيفت اف هقول لكم ليه بقى متقسمه كده، وده اللي هيخلينا نعيط كلنا. اجي هنا على لاير، امبورت ام دي دي فايل، اوبن. تصدقوا انا عملت امبورت للاوبي جي ده اللي هو الام دي دي فايل من غير بوز عادي. سهل، اجي هنا على بوز او بلاش دي، نعمل السمارت كونتنت هنا البوز، واختار البوز ده مش عارف ايه، ثانية ندوس نو لان انا واضح ان انا مختار حاجة تانية. تمام، فايل اكسبورت ام دي دي فايل. انا بغير الام دي دي لان انا عامل الاكسبورت الاساسي بعد التعديل والحاجات دي بالبوز نفسه، فهو يعني ما هو هو فاهمني. بص هو واخد الام دي دي فايل، هو بيشرح البوز بتاعي. تمام، ايوه تمام. هو ما بيعملش سيميليشن، لا هو بس بيكتب بس اماكن الفرتكس. واجي هنا اعمل الامبورت، هو ما كتبهاش ولا ايه؟ بيستقبل فايل اكسبورت، بلاش الام دي ده اكتبه 2 جيجا. خلي بالكوا الانيميت ده يعني هو موجود لايت فيرجن، لو انتوا عاوزين الفيرجن الاساسي بتاعه في سيريال نمبر، لو انت عملت سيرش على جوجل هتلاقوه، مش قصة يعني. انت ده اللي انت فالع فيه، تفضل تكتب لي والاقي هناك بلاوي. بس هو غالبا ده بج يعني عادي. ماشي، باجي هنا على زبرش امبورت، احط الفايل الجديد. طيب انا هعمل بوز دلوقتي لحد ما اشوف الدنيا مالها. رجعت لكم تاني، معلش الوقت خد معايا وقت كبير بصراحة عشان اجرب، وللأسف انا مش عارف ايه المشكلة. انا ما عرفتش ايه المشكلة لحد دلوقتي، لسه ما عرفتهاش. بس انا جيت هنا عملت سين جديد خالص، عملت جينيسيس ايد عادي جدا، وبعد كده رحت مطبع عليها البوز ده، عملت الشكل الاساسي بتاعها ده اكسبورت او بي جي عادي جدا، والشكل ده عملت له اكسبورت ام 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 دي دي. هو طبعا لما اجي هنا في اللاير زي ما احنا شايفين اهو، خليه واحد. تمام، طيب الشكل ده اهو، هاجي هنا مثلا بروبس مش عارف ايه سين بيلدر، طبعا بلاش حوار سين بيلدر ده انا لسه ما جربتوش في القصه دي. بس اجي هنا مثلا على الاكتور بوز كنترول قصدي، واجي هنا على الماوس اختار من هنا هيد، هنا هيد، اختار من الهيد كراو مش عارف ايه شيك. ممكن مثلا اختار حاجه في الماوس اللي هو شغل المورف مثلا، ماوس سمايل. لو انا جيت هنا وزومت ماوس سمايل، وهروح اعمل ماوس هول، تمام كده. طبعا هي شكلها بتزعق. فايل اكسبورت ام دي دي فايل، انا كنت عامل على 002، هعمل على ده
سبورت يس داز 100% اوكي. اجي هنا واعمل امبورت ام ام دي. يا رب ما يجي وانا بسجل برضو يروح عامل لي الحركه. هاجي هنا هلاقي هنا اللاير بتاعي وصل بالسلامه. انا كده عملت الكاركتر فتح بقها من غير ما يطلع عيني وفي نفس الوقت بتقف. اقدر اعمل اي مورف انا عايزه في الدنيا. طبعا هو غبي بقى في حاجه، انا كنت عامل الكاركتر زي ما قلت لكم وغبي في ايه. الام دي دي فايل بيقول له مكان الفيرتكس فين، بيقول له مكان الفيرتكس فين. فبالتالي انا عامل المكان الفيرتكس انه هي قاعده هي بتضحك تمام. فانا بمجرد ما الغي اتشلت. فلازم ان انا اعمل الفيس بقه مفتوح تمام. اثناء ما انا اثناء ما انا عامل البوز ده هدخله ام دي دي فايل، وهي بقى هتقعد او هتطير او هتتشالب. عاوز اعمل لها البق مفتوح هعمل لها مورف جديد ام دي دي فايل. متهيألي الموضوع مش هيدك زي ما انت هتعمله في لاير، بس هيطلع عينك بقى ان انت تعمل بولي جروب وتقلل وحوار اوكي. موضوع اسهل بكتير. اموت واعرف بقى ايه كانت المشكله في الموضوع ده. نجرب بقى في حاجه عاوز اعملها. انا هنا في الجينيسيس فايل هروح انا جاي هنا، لان انا شاكك ان انا لما زودت الاتش دي هو ده اللي عمل الهبل كله. فهاجي هنا على الاكتور على النيبل، واجي هنا على فيكتوريا اتش دي واروح مع الفيكتوريا اتش دي تمام. واروح عامل ماشي يا سيدي، ممكن اعمل بوز تالت وليكن ده فايل اكسبورت واتيفر بقى الرقم ايه كتير اهو عشان اعرف افرقه. سيف داز انطلق امبورت ام ام دي الرقم الكبير اوكي. عمل لي الشكل بتاعي. طبعا الاتش دي مش هيبان، بس هنا لو خليت بالك النيبلز عندها هي ابتدى الشكل بتاعها. خلي بالك برضو النيبلز ما تعملهاش في المورف، اعملها في الشكل الاساسي، لانك لو عملتها في المورف وخليتها تاخد شكل تاني الام ام دي هيلقط ولا ملقطش، ويمكن عشان كانت واخده البوز الاساسي. ف خلي ده زيرو ده زيرو. ممكن لو انا عملت النيبلز لوحدها ممكن ان هو الشيب بتاعه يبوظ، لان انا الشيب بيتظبط اول لما بيعمل حاجه. بس هنا غالبا هو لما بيعمل البوز التاني هو سيبك من كده، لان انا عاكس حاجات كتير مع بعض، لان انا عامل اتنين بوز مع بعض يعني يا ده يا ده. ده خليته زيرو كده عمل اول بوز. الغي ده مع ده. يعني هو انت تقدر تعمل مورفات، يعني ممكن مثلا مورف للشكل، هي هتبقى متعبة شوية بصراحة، بس هتبقى اسهل بكتير 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 لما انت تعملها في الشكل الاساسي بتاعك. طيب هاجي هنا الغي ده. انا عايز بقى اعمل الحوار الادفانسد شوية تمام. هاجي هنا في اللايرز همسح اللايرز الام ام دي فايل. هاجي هنا على الديسكتوب همسح الام ام دي فايلز شيفت ديليت بالسلامة. واجي على داز راح اعمل هنا ريستور اوف لاين. ايه الكلام ده؟ بريمتر جاي على ريستور، ريستور فيجر بوز عشان يرجع لي الفيجر بوز بتاعي. هاجي هنا على ديسبلاي، دايما بتلخبط فيها الجنرال قصدي، علي السب ديفيجن ليفل على الاخر عشان الديتيلز اللي تبقى موجودة تمام. وبعد كده فايل اكسبورت مش ام ام دي، لا انا هخليها او بي جي
01 عشان برضه عاوز اوريكوا حاجة. Display انا جيت هنا Display Properties مش عارف ايه. تمام جدا زي الفل. تمام Accept. خلوا بالكم ان انا بعمل ايه فليب للزد. اقول لكم ليه؟ لان لو ما عملش فليب للزد الام دي دي مش هيقرا معايا خالص. هتلاقي ان الشكل بيبص في ناحيه, تيجي تطبق الام دي دي تلاقي ان النورمال بايظ, الشكل هينفجر. فلازم ان انت تعمل فليب للزي. انا هنا هعمل امبورت للمش. صراحه المش بيدخل هاي بولي تحفه شايفين الشكل. طبعا الشكل بالشكل ده لان النورمال انا عملت فليب زي, هو ده السبيل الوحيد اللي انت تقدر تدخل فيه الام دي دي. طيب هاجي هنا اروح مديها بوز جميل. البوز بتاعها مثلا وليكن ده, اقول لي زي مش عارف كونتين فريم. طبعا الحوار ده بيقرف بقى, هو غالبا مشكلة في الاتش تي فايل اكسبورت, او ان انا ازود الديتيلز بتاعتي وحاطط الام دي دي. بس متهيألي لو المشكلة دي موجودة يعني ممكن اكيد ليها حل يعني, وانا معرفوش يعني اكيد مش واقع على الدرجات دي. هي وقعت فعلا. يا ساتر يا رب سلامتك. نغمى عليها. نيجي على الزبرش لاير امبورت دي دي, وادخل لي بوست تاني. هو غالبا لما انا عملت الريسيت, الريسيت ده بوظ الاداء شوية. بس anyway ده بوز كان موجود اللي هو اللي هو عمل له اكسبورت. هو زي ما احنا شفنا ان كان في لاجنج كده حصل في الريستور بتاع الفيجر بوز ده, فهي واضح ان في حاجه غلط بقى يعني لاج من هنا. طيب انا دلوقتي عملت الشكل بتاعي. طبعا ده اول لما انت تدخل على ZBrush وتعمل امبورت انت هتلاقيه كده. هتدخل على الام دي دي هتلاقيه برضو نفس النظام. علشان تعمله هتيجي على display تروح عامل له فليب. ريحت نفسك تماما. الشكل جميل اهو بتفاصيلها بنحتها بسلطاتها بكل حاجه. الشكل الوش نفسه بالتفاصيل بكل حاجه. تمام تيجي هنا على السب تول سوري, تيجي على اللاير اقفل اللاير بتاعك. الشكل بتاعك تحفة. تمام طيب انا جيت هنا عملت اللاير, امسح بقى اللاير بقى والكلام ده. هاجي هنا الاقي ان الشكل عندي مليون شوية. طب مليون شوية انا عاوز اللو. طبعا اللو ده هتلاقيه في البلالة مش موجود. فهاجي هعمل هنا reconstruct subdivision. هتعمل لك ايه بقى؟ هتقللها لك شوية. شايف الفرق؟ طب لو اجرب كده اعمل ريكونستراكت يعني لا هو مفيش تاني بصراحة, هو كده ده اخره. تمام فهو الحل الاكيد اللي هو ريكونستراكت. تمام بس هو ده اخر حاجة. انيبل تو ريكونستراكت لو سب ديفيجن اوبريشن كات. دي برضو مش لاقي لها حل, ان انت لو دخلت حاجة هاي بولي قوي وعملت ريكونستراكت وجيت تقلل هو الفكرة ايه؟ ان هو يعني انت هنا مثلا معلي البولي بتاعك, فهو هنا يعني حافظ الداتا هو كان على ديفيجن كام, فخلاص بقى هيرجعها لك تاني للديفيجن القديم. يعني زي بالظبط وانت بتنحت في ZBrush مثلا, جيت هنا عليت ديفيجن عملت ديفايد كذا مرة. طبعا انا دوست كذا مرة فعلا عليتها بقت 16 مليون هوب ديليت لوور لبست اسود. لو انا دوست هنا ريكونستراكت هيبتدي يحسب. او انت مثلا يعني طلعت زي تول او عملت لها امبورت تاني ريكونستراكت تاني. في اوقات بتنفع, في اوقات بتنفع, وفي اوقات ما بتنفعش مهما حصل. اعمل له ريكونستراكت تاني. كل ده شغال. سوري
اجرب اعمل ريكونستراكت تاني، ده انا كده يبقى كافر. طبعا رجعها لي لللو بتاعي، واللو بتاعي برضو كويس جدا. انا بقى كنت بقول لكم كان في مشكله حزينه في ال، طبعا هنا الشكل لو خدنا بالنا هو سيمتريكال تمام، يعني لو جيت هنا مثلا عاوز انحت مثلا اللي هي العضله هنا الستاندرد، انا جيت هنا مثلا خليت ده 4 وعليت الديستانس رول شويه، علي الفوكال لينس ديستانس، رحت جاي هنا معلي العضلة بتاعت الفخذ دي نقللهم دي، انت شغال سيمتريكال عادي جدا 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 تمام. طيب هتيجي بعد كده طبعا هنا الشكل الديفيجنز بتاعتها مظبوطة، مفيش اي حاجة داخلة، مفيش اي ديفيجنز داخلة في بعض. anyway احتياطيا برضو، احتياطيا يعني هو كان على ديفيجن كام وليكن مليون ديليت، ممكن اول لما تدخل الشكل من هناك تروح جاي على الفورميشن سمارت ريسم، هيعمل انالايز ميشن ريسيمتري، اوبس قلم، هيعمل انالايزنج طبعا. يعني يفضل الانالايزنج ما تعملوش لو حاجه هاي ديفيجن عالي قوي كده، حاول ان انت تعمل سمارت ريسم في ديفيجن اقل شويه عشان ما يعملكش التهنيجه الغريبه دي. فرضا لو عمل ريسيمتري، هو انت ديفيجنز برضو موجوده، التوبولوجي برضو موجود، والتوبولوجي نضيف، هو هنا سيمتري ريزلت مش عارف ايه، بص السيمتري كام 99.7 يعني هو فيرتكس عاقة كده ايدج عاق تلاقيه مثلا طلع من مكان وراح لمكان تاني، فهو دلوقتي الشكل بقى سيمتري بنسبة 100% تمام. بس هو كان الاول كام؟ هو بيقولك 99.7 يعني 3 من 10 ما كانتش فيها سيمترية في الشكل. فانا زي ما بقولك الشكل بتاعك لو ما عملتلوش ريتوبولوجي، ما عملتش السيمتري، برضو السيمتري كانت شغالة، وانا نحطه قدامك دلوقتي هي بقت 100% سيمتري تمام. طيب المشكلة بقى في ايه تاني؟ لو انا جيت هنا هدخل في اليوفي ماب اعمل مورف، فرح العمدة، هي دي بقى المشكلة الأساسية بتاعتنا، إن كل حاجة لوحدها. هتقولي ضبطها ليه؟ هقولك ليه بقى يا معلم. لو أنا خدت، لو أنا فتحت الماكس تمام، معلش أنا الماكس عندي بيفتح في 9 سنين، فعلى ما هو يفتح الماكس هنا الشكل عاملك بولي جروبس، عايز أقولك إن كل بولي جروب يوفي، هي دي بقى المشكلة. ومش كده وبس، الشكل unwelded مش معمول له ولد، مشكلة تانية. بس في نفس الوقت انت لما بتيجي تنحت انت عادي عيش، يعني انا اهو بنحت هنا في الجزئية دي بين اتنين، المفروض ان بين دي ودي مفيش هنا ولد تمام، لا شغال عادي جدا تمام. لو انا جيت هنا في التكتشر، طبعا انا لما انا عملت هنا اكسبورت لل ديسكتوب، اول لما بعمل اكسبورت الاوبجي هيطلع لي البوزس، شايف انت البوز بتاعك ده التكتشر بتاعتك، فايل التكتشر بتاعك، بص حاجه للوش، الدراع، الصدر، الرجل، الرموش، العين. فدي بقى عايزه يعني صبر شويه، لانك هتدخلها مثلا على الماكس هنا، تيجي هنا فايل، يا رب اعرف اعمل ريجستريشن للاوتو موديلر، فايل امبورت ديسكتوب اوبجي، اوكي حبيب قلبي امبورت
and edit poly. طبعا انتوا كل اللي انتوا شايفينه ده هو ده الشكل، هو مش جسم واحد، لا هو متقطع. فانت هتدخل جثة متقطعة تجرد اعضاء، طبعا invalid normal وحاجات غريبة، وده شيء يعز عليا اقول لكم ان في حاجة غلط. import هاجي على ده كده، نيجي هنا في flip x y center pivot مش عارف ايه geometry، طبعا هو النورمال فيه حاجة flip normal import. Valid normal index type. ندخل هنا، دي لسه ميتة. Control Z. File export. طبعا لما اجي اعمل export هنا بقى OBG او ليه كل ده، اجي هنا export، يلا على نفس ال OBG save yes. merging UV حاجات غريبة. تمام تمام تمام. هاجي هنا file import object اوكي top مش عارف ايه اوكي. كل حاجة داخلة لوحدها، عايز بقى تعمل لها ميرج براحتك، مش عايز تعمل لها ميرج براحتك، بس افضل طبعا ان انت تعمل لها ميرج او ولد. حل اليو في ان انت هتدمج كله في باتش واحد، بس هتعمل لها ريسايز. طبعا داخلة على الماكس، شكلها تحفة على الماكس بصراحة. هاجي هنا لو انا قفشت دي اوف 4، بص يعني حتى السنتر بيفت هتلاقيه تحت، السنتر بيفت تحت، البيفت بتاعها سوري السنتر بيفت بتاعها. المهم هاجي هنا على الشكل هوب، اروح عامل راب يو في اوبن يو في اديتور. اليو في هيزعل جدا، شايفين السيمز؟ هو السيمز متقطعة وموجودة وكويسة وكل حاجة، والتكتشر هتبقى لطيفة. يعني انا لو جيت هنا معلش الجهاز هيس مني لحظة واحدة. نترس بوندينج يو في انجز يابا تمام. طبعا هتلاقي كل جثة لوحدها، بس طبعا انت ممكن بقى ان انت تعمل لهم ريسايز وتروح مدخلهم الباتش وبعد كده تعمل ويلد، شكرا خلاص انت عندك الجسم باليو في بكل حاجة. بس خلي بالك انت لما تيجي تعمل الباتش بالريسايز بكل حاجة، انت هتعمل ريندر يو في هتدخلها على الفوتوشوب وتعمل ريسايز لكل التكتشرز، بحيث ان انت تعمل تكتشراية واحدة على كله. هي بقى متعبة في كده. ورجعت لكم تاني بعد يعني ما يقرب من ساعة ساعة ونص، قعدت ادور في حل للموضوع ده، لقيت ان في حاجة انا فعلا غلطت فيها بصراحة. اولا زي ما انتم شايفين النتيجة دي نتيجة الرندر، هو الرندر انا استخدمت كرونا تمام. طبعا دلوقتي انا لقيت حل، والحل الحمد لله اتطبق وبصراحة كويس جدا، يعني النتيجة طلع مبهرة. انا عامة انا ما استخدمت الشيدر ولعبت في الشيدر او كده، لا هو الديفولت بتاع الكورونا السكين شيدر. انا بس نخفي دول هايد سيليكشن. ده الديفولت بتاع الشيدر بتاع الكورونا. اول حاجة في الزبرش احنا لو لاحظنا اول لما دخلنا الموديل كان في عندنا المشكلة دي،
مشكلة ان الموديل متقسم بولي جروبس، واحنا زي ما قلنا ان الموديل اصلا مش معمول لويلد. تمام، طيب حلها كان عبارة عن ايه، او ازاي ان انا احل الموضوع ده؟ اول حاجة ان انا لازم ان انا احدد اليوفيهات بتاعتي. كانت مشكلتي في تطبيق التكتشرز بتاعتها ان مفيش يوفي، او ان اليوفي كلها فوق بعض، في نفس الوقت ان البولي جروبز هنا عبارة عن ان ايه، البولي جروبز عامة بتقطع الشكل، فانا الشكل دلوقتي كان حاجة واليوفي حاجة، فانا لما اجي اطبق مثلا اطبق على الجزء بتاع الصدر ده صغير، اجي اطبق هنا وبعدين اطبق فوق، هيدك كبير جدا. فانا الحل كان عن طريق ان انا اعمل اوتو جروب ويز يو في، يعني انا هقول له اعمل الاوتو جروب بس على اساس الجروبس بتاعتك، على اساس اليو في، يعني كل جزء في اليو في ده جروب لوحده. لو انا دوست هنا على الاوتو جروب ويز يو في، هو هيبتدي يحسب وكده، وبعدها على طول هتلاقي ان الموضوع اختلف. تمام، دلوقتي لو احنا لاحظنا البولي جروبز اللي كانت موجودة مختفية، خلاص ما عادتش موجودة، هو دلوقتي بقى كل حاجة باليو في. يعني لو جيت انا على المورف سوري اليو في، طبعا مش هنلاحظ اي بتنجان، بس anyway دلوقتي بقى الشكل بتاعي يعني ده اليو في بتاعه، حتى الضوافر، الضوافر اليو في بتاعها كل ضوافر لوحده ليه، يعني ليه شكل في اليو في لوحده، يعني هو مش مع الايد، لا هو اوبجكت لوحده، خلاه كل واحد ليه بولي جروب. طبعا انا رحت واخد الموديل ده بعد ما انا عملت الاوتو جروب وزي يو في، رحت عامل له اكسبورت تاني، اكسبورت او بي جي، رحت مدخله هنا الماكس. ده طبعا شكله ريندر بالتكتشر، شكلها جميل جدا. لو انا جيت شفت الماتيريال بتاعتي، جيت على الشاشة، انا ما عملتش اي اختراع، هو كل الموضوع رحت جايب السب سيرفيس تمام بتاع الكورونا، ورحت حاطط له التكتشرات بتاعت الصدر، وماتيريالية تانية برضو نفس النظام للسب سيرفيس، ورحت حاطط لها تكتشراي برضو للدراعات سب سيرفيس وللوش. مجرد بس ان انا هلمح هنا في الفيو بورت، هلاقي ان كل، يعني ايه، هو هيقول لي الوش اهو، خلاص بقى هو دلوقتي بقى في جايدز عندي، ده الوش، ده الشيست، ده الدراع، يبقى انا الماتيريال دي تكتشراي مثلا بتاعه الرجل، خلاص انا عرفت مكان الرجل، اهو الرجل تحت ليها بولي جروب لوحده، ودي ليها بولي جروب لوحده. الضوافر المابة بتاعتها مع سوري انا اتلخبط، الضوافر المابة بتاعتها موجودة اهي مع الرجل، خلاص هعمل سيلكت للرجل والضوافر، هروح اعمل سيلكت للاتنين مع بعض، واروح حاطط المابة ليهم كله. فجأة الاقي نفسي ان انا خلاص عملت اساين، بلاش بقى الهيدك، وفي نفس الوقت خلي بالك ان هو داخل لي برضه بالهاي بولي، بالديفيجنز بتاعتي، بكل حاجة، بالسكالب، بالديتيلز، يعني خلاص، يعني مشكلة التكتشر واليو في يعتبر شبه اتحلت، بس برضو في عندنا مشكلة تانية، هي دي بقى اللي يعني عايز اخصها بصراحة تكتشر، اللي هي السيمز اللي موجودة هنا، لان طبعا هو هتبان في السب سيرفيس شوية، لان السب سيرفيس هيدخل جوه المجسم والحوارات دي، فدي هتبقى مشكلة. انا مش عارف بصراحة دي السب سيرفيس دي مشكلتها بسبب ان الجزء ده مش معمول له. انا جيت هنا، طب ثواني كده نجرب حاجة، لو انا جيت على ده وعملت اتاش لده، match material id to material match don't modify material id or material، اوكي ما عملش اد موديفاي. طيب
نعمل لها تاني match material material IDs. اوكي طب لو انا خدت ال vertices ورحت قايل ويلد طبعا فرح العمدة هيحصل دلوقتي هوبا الحق نفسي point 001 اوكي علامة صح هاجي اشوف هنا هلاقي لا يبقى هي المشكلة فعلا في التكتشر اللي هو الجزء الاسود ده لا لو لاحظت في المابس هلاقي ان هي الخلفية بتاعتي فممكن بقى ان انا بشيل الخلفية دي واحط لها نفس اللون بتاع الجلد بحيث ان هي يعني تدار الموضوع يعني ليها طرق تانية بس هي مش دي بقى العقبة عندنا خلاص يعني المشكلة دي اتحلت فبالتالي ما جيش دلوقتي واتلكك زي ما بيقول طبعا احنا لو خدنا بالنا هنلاقي ان الجسم تفاصيل بالتكتشر بكل حاجة الوش نفسه الساب سيرفس طبعا عاوز يتعدل لان هو شغال على الديفولت بتاعه فطبعا هو لسه برضو يعني مش متظبط عند الودن والحاجات دي كلها والمناخير بالتالي احنا مشكلتنا دلوقتي اتحلت يبقى احنا النهارده عرفنا الحوار داز واكتشفنا ازاي نظبط اليو في مش هنظبط اليو في احنا اكتشفنا ازاي ان احنا نعرف نحط التكتشر على اليو في اللي موجود طبعا لو حبيت انت تعدل اليو في عدله لو عاوزها تسيبها زي ما هي سيبها طبعا هي بص بصراحة لما انا جربت الرندر على الاوكتين كان تحفة اكتر من ده بكتير يعني هو كرونا ريبستك شوية بس الاوكتين احسن منه بمليون مرة بصراحة طبعا هو سرعة لان ده تاني جي بي يو الماتيريال نفسها تحس انها لا نظيفة جميلة الماتيريال بتاعته تحفة بصراحة المهم ما علينا كده احنا خلصنا الجزئية دي طيب اخر جزئية بقى هي هتبقى سريعة طبعا نقفل بقى كل الليلة دي كلها نيجي على نيو فولدر نيجي على زبرش نقفله خلاص احنا عرفنا ازاي هندخل المورفات حاول ان انت لما تيجي تعمل الفايل بتاع الجينيسيس يبقى سايب الفايل علشان لما تحب تعمل فايل يعني يبقى سايب لان غالبا ما بيقبلش يعني لو جينيسيس حتى لو هي 8 برضو يعني بس بيقبل من نفس الجينيسيس يعني انت لو غيرته لا تيجي هنا على دي فايل اكسبورت نيو فولدر اوبجي 01 تمام داز اكسبت هروح هنا عامل بوز ليكون ده فايل اكسبورت 02 داز اكسبت بعدين هاجي هنا فايل امبورت اوبجي 01 وده افتار وتسكيل مش عارف ايه تمام اوكي كلوز بعدين اعمل فايل سيف از افتر تيبوز 02 سيف سيف تمام بعد كده فايل امبورت اوبجي اختار البوز بقى بتاعي بس ساعتها هعمل لوز لود از مورف تارجت هي دي اللي كانت المشكلة مع اوتو سكيل بدل ما اعملها لود از افاتار اعملها لود از مورف تارجت ادوس اوكي هلاقي ان هو ابتدى يحول الشكل لمورف تمام فايل
سيفيز بوز. تمام كاستم بوز 01 سيف يس. اجي هنا على البوز كاستم. طبعا بص هو مش هيقبل حتى لو هي جينيسيس 8، هي دي المشكلة. لود از مورف تارجت. هو هنك بس غالبا هيقراها. المهم هي الفكرة ان انت هتعمل import عن طريق load as morph target، واهم حاجة الفايل بتاع الجينيسيس اللي انت دخلته حاول ان انت تحتفظ بيه. اهو ابتدى يشتغل تاني، رفعت العباية. تمام جدا. ابتدي نعمل anyway. هتبتدي تعمل load avatar وتسيف الفايل بتاع الافاتار، وبعد كده تعمل البوز، وبعدين تعمل لود از مورف تارجت. لما تيجي تسيف الافاتار هتسيف برضو الافاتار ده، هتسيفه بوز، علشان يعني انا دلوقتي حبيت اعمل البوز اضطريت ان انا افتح الافاتار من الاول. انما لو انا مسيف الشكل ده على انه بوز، على انه بوز، ساعتها هقدر يدوب بس اعمل سويتش منه. فانت اللي هتعمله افاتار اعمله كمان بوز. لو هتعمل تي بوز ده هتعمله افاتار، خلي برضو فيه تي بوز عندك في البوزز بجانب البوزز بتاعته الاساسية، وبسميهم بقى بعد كده، لان هو واضح ان هو مش هيقبل الا لو حاجة معمولة بالفيرتكس. بعدين برضو انا لاحظت ان الجينيسيس 8 اللي انا عامله هو عامل تي بوز الاساسي بتاعه. يعني انا جيت هنا في الافاتار اوبن، اجرب كده لود از مورف تارجت. بيحمل ويهنج في نفس الوقت. اه قال لك ان ده غلط، مش الافاتار بتاعه. لو انا جيت هنا اوبن تمام، اه انا افتكرت لان ساعتها انا كنت مسايف الفايل، لان ده كان بروجكت كنت شغال عليه، فانا كنت مسايف الفايل، فكده كده كنت بفتح الفايل وكنت بقى بلود منه بوزز. فانت بعد كده بقى احفظه كاستم. خلاص كده بقى عندي البوز ده والبوز التاني والتي بوز الاساسي بتاعي بعد التلات حركات load as morph target. وكده يبقى خلصنا النهاردة. معلش هو الفيديو طويل، هو انا يعتبر كنت ممل شوية في حاجات، بس هو الموضوع هو الفيديو انا نزلته لانه بصراحة كنت بشرح يعني الاصدقاء ليا، وفي نفس الوقت قلت ان انا اعمل له شير. والموضوع يعني انا اتعلمته في فترة قصيرة، يعني في كام يوم، يعني بكتير اسبوع. ففي حاجات كتير كنت ناسيها، وفي حاجات ما كنتش لقيت حلها، وفي حاجات يعني ما كنتش قابلتها زي حوار التكتشر او كده، يعني ما كانش فيه مناسبة ان انا ادور فيها. فيا رب تكونوا استفدتوا وما تكونوش زهقتوا مني، او اكيد انتوا زهقتوا مني. اشوفكم في الفيديوهات الجاية. باي باي.